عمل الستاندرد 98 اي جي بي تي سالت اس هل تسمح نستعمل الاختراع بتاعك واي فاي؟ قلنا لهم نسمح بشرط ان انتم تدونا مبالغ بسيطه. سالوا يعني ايه مبالغ بسيطه؟ قلنا لهم اقل من نص الكميه مره واحده. يعني ايه مره واحده؟ انت بتبيع تشيب وبعد كده بتبيع راديو وبتحط الراديو مع تشيبس دي وبتعمل واي فاي. في شركه زي الاسرائيليه اللي هي اسمها واي فاي بتاخد في كل مرحله 7%. انت بتاخد 7% من كامل التشيب تجمعهم وتعمل راديو 7% تبيع ده تاخد 7% عايز تاخد تدفعه المستهلك يعني حلبان في مصر. فهم قالوا لو انت مش هتعمل زي كوانكو من عين خلاص. احنا قالوا الاختراع. نطق معانا شركه فيليبس اللي دفعت $200 سنه 99 تقدم على العالم كله خير ما حدش والله بقى تكنولوجيا وكانت ميزه رئيسيه الاول في ام ان التقديم بروسيسنج تقديم كوميونيكيشن باسيف. وعارفين حاجه اسمها مورز لو مش عارف 6 اشهر السبيد بتاعت البروسيسور بالضبط. فالطريقه دي انت هتديني بروسيسور اسرع انا هديك اتصالات اسرع.